حفر الباطني عاصمة الربيع احتضنت أكبر مزاد للإبل على مستوى المملكة على مساحة شاسعة تبلغ 6 ملايين متر مربع، والذي حقق أرباح خلال 10 أيام تجاوزت 30 مليون ريال. أكيد وشو المزاد كانت الفكرة، وقلت لك الوقت ضيق وحكينا مع الإخوان أنه ننقل، يعني هي المدينة معروفة وهي أكبر سوق ماشية من عشرات السنوات، والآن الافتتاح المهرجان للماشية بيكون من أهم المشاريع. لكن اليوم أنا أعتقد كل سكان المملكة أو الخليج أو الخارجين شافوا اللي عمل في المزاد، فيشجع إن شاء الله الحضور إن شاء الله. فعالية متنوعة صاحبة المهرجان نظمها نحو 60 شابا وشابة، أمسيات شعرية وإنشادية، ومساحات خاصة لأكثر من 60 أسرة منتجة، إضافة إلى مسابقة الطهي وركن خاص لطبخ لحم الإبل وصنع كريجة. أما الفن التشكيلي فكان حاضرا بلوحات رسمت بشكل مباشر. 148 مشاركا من كبار الملاك والمستثمرين شاركوا بالمزاد الذي نظمه نادي الإبل. وزير هرميح، الإخبارية، حفر الباطن.